انت عايز تعمل ايه هنا بقى؟ انت تمام بالنسبة لك ان مفيش ايرورز، يعني الداتا مبعوثة تمام، فاضل انك تتشيك ايه؟ المفروض انت لما تريجستر يوزر، اليوزر ده الايميل بتاعه بيبقى يونيك، فانت اول حاجة هتتشكها الايه؟ الايميل يونيك ولا لا؟ يونيك يعني مبعوث قبل كده، يعني متسجل قبل كده عندك ولا لا؟ يعني لو عندك يوزر قبل كده متسجل بنفس ايميل، مش هينفع تسجل اليوزر الجديد. يبقى اول هتتعامل مع الداتابيز التيبل اليوزر اللي عندك. اوكي طيب، كل دي امبورتس يا شباب. طيب هتيجي لو مفيش ايرورز، تعالى بقى تشيك على الايميل. يبقى ممكن نيجي هنا نقول له ده ال تشيك مثلا validation result، وممكن نيجي هنا نقول له تشيك ايميل if الايميل exist يعني. اوكي طيب، يبقى اول حاجة هنروح نسرش في ال database عن ايميل بالايميل ده. يبقى اول حاجة نجيب الداتا من الايه؟ من البادي. نجيب الداتا منين؟ من البادي. الداتا دي كنا عملناها قبل كده، constant data equal ايه؟ request dot body. طيب وبعدين هتقول له constant user، اليوزر ده، وهتسرش عليه تشوف موجود يوزر بالايميل ده ولا لا. فهتقول له اليوزر تيبل اللي احنا عملنا له import اهو فوق ده dot find one، شوفه لي موجود ولا لا. طيب where ايه؟ where الحقيقة where ان الايميل، الايميل بقى نقصد بيه ايه؟ الايميل ده نقصد بيه الاخ ده. لو الايميل ده بيساوي ايه؟ data dot email، يعني هات لي الريكورد الوحيد اللي قبلك اللي الايميل بيساوي ايه؟ ال data dot email اللي مبعوت في الريكوست. طيب الحقيقة نتيجة ال request ده هيرجع لك، يا اما لقى يوزر بالايميل ده، ساعتها هتقول له ايه؟ يبقى مش هينفع تسجل يوزر جديد بنفس الايميل، فهتقول له ايميل اوريدي اكزيست، او تلاقي ان مفيش يوزر قبل كده بنفس الايميل، يبقى تقدر تسجله. فاهم الفكره؟ يبقى الايميل دوت، يبقى اليوزر راجع ده هتتشيك عليه بنال ولا لا. طيب بس في مشكله هنا، ايه اللي انا قلت اسيبها؟ لازم هنا تكتب ايه؟ اويت، ولا الدنيا تبوظ خالص. اوكي، لان لو ما كتبش اويت هينزل على اللاين اللي بعده، فكده كده يبقى اليوزر بنال. اوكي طيب، if اليوزر لا يساوي نال، يعني ايه if اليوزر لا يساوي نال؟ يعني في يوزر متخزن بالايميل ده، هترجع تقول له ايه؟ لا، هتقول له response status 400 و return، يعني وقف على كده خلاص request، ما تكملش بقى، ما تكملش هنا اي حاجة. وهتقول له response.json message، وتقول له email already exist مثلا. اوكي اي مثلا. طيب ما ننساش return هنا، او else اللي يعجبك. طيب تعالى هنا، باقي ايه؟ باقي انك ترمي في الداتابيز بقى. خلاص انت اتأكدت على الحاجة الوحيدة اللي فيها مشكلة. اقول لك لا، في مشكلة تاني، مشكلة الايه؟ الباسورد. ما ينفعش ان الباسورد يتخزن بنفس الايه؟ الفاليو كده، ده كده معناها اي اتاكر هيدخل عليك مع الايميل والباسورد يقدر يلوجن على طول. ده كلام، فانت بتعمل شيء من الانكودنج او الهاشنج يعني. اللي هنعمله اسمه هاشنج بلس سولتنج. نفهم الفكرة، انا ممكن اكتب الكود في دقيقتين بس انت مش يعني مش فاهم حاجة بصراحة، فخلينا بس نفهم الكونسبت يعني. طيب ايه كونسبت الهاشنج والسولتنج ده؟ انا هقول لك ان جنرال ايه الهاشنج والسولتنج، واحنا هنستخدمه ازاي عندي. طيب اول حاجة هنستخدمه في الباكج اللي اسمها ايه؟ باي كريبت. ده الالجوريزم اللي هيعمل لي هاشنج. اوكي، استخدمنا ده بالذات. طيب هبقول لك ليه، بس خلينا نبدأ في الهاشنج والسولتنج. تعالى كده. طيب بنقول ايه الهاشنج والسولتنج؟ بنقول دلوقتي انت
بتخزن الايميل والباسورد. مش صح انك تسجل البلان تكست باسورد كده، مش هينفع. ده سهل قوي انه يتعرف من اي اتاكر لو دخل عمل هاكينج. طيب فاللي بيحصل ايه، وخصوصا انه بيستخدم رينبو اتاكس يعني، فبيقدر يعرف الكلام ده كله. طيب احنا بنقول لو عندي يوزر الباسورد بتاعه ابل، اوكي. طيب اول حاجة بنعمل سولت، يعني بنضيف للباسورد ده راندوم سترينج بحيث يبقى يونيك، يكون باسورد يونيك. تقول لي ليه؟ اقول لك لان انا اول مشكلة، افترض انت عندك مليون يوزر، اكيد ممكن تقول ان مثلا 10,000 يوزر منهم مثلا كمثال مدخلين نفس الباسورد، يعني ممكن تحصل، صح ولا لا؟ طيب معناها انه لو قدر الاتاكر يجيب باسورد واحد بس من 10,000 كده، معناها فك العشر ايه تلاف كله، اوكي. فلازم حتى لو اليوزر، ما هو انا بسجل باسورد ممكن يماتش مع يوزر تاني سجل نفس الباسورد، حتى لو انت عملت كده لا ما ينفعش، لازم يبقى لكل يوزر باسورد يونيك. فبنضيف السولت ده بحيث نصعب الدنيا على الاتاكرز، وان يبقى كل باسورد يونيك حتى لو اليوزر كان دخل باسورد يوزر تاني كان دخل، اوكي. يبقى فهمت السولتنج؟ السولتنج هي بتضيف راندوم سترينج على الباسورد بحيث يبقى يونيك. طيب ده السولت. ايه الهاشنج بقى؟ الهاشنج دي يعني بعدي هذا الباسورد اللي ضفت عليه سولت، بدخله لهاشنج الجوريزم، فانكشن تستخدم هاشنج الجوريزم معين وبيطلع لي ال هاشنج سترينج، ده اللي بيتخزن بقى في الداتابيس، اوكي. طيب تعال نفهم يعني ايه هاشنج اكتر. هاشنج يعني انت عندك الجوريزمات كتير بتعمل هاشنج، اوكي. طيب هاشنج يعني ايه؟ يعني انت بتاخد ده يعتبر باسورد خلاص بتاعي، تاخد الباسورد ايا كان اللينس بتاعه، تدخله على الهاشنج فانكشن دي، يطلع لك سترينج فيكسد لينس، فيكسد لينس وليكن 60 سترينج، اوكي. طيب مهما كان السايز بيعمل له هاشنج ليه، يبقى ده الهاشنج، بياخد السترينج بياخد الباسورد بتاعك يحوله لفيكسد سترينج هاشد ارقام كده بقى، وده اللي بيتخزن كباسورد في الداتابيس. الفكرة كلها ان مش هتفرق معايا السايز بتاع الباسورد بتاعك، يعني الباسورد بتاعك لو كان 10 كاركترز هيطلع لي هاشنج سترينج 60 برضو كاركتر، لو انت الباسورد بتاعك كان 1000 مثلا كاركتر هيطلع لك برضو سترينج ايه 60. انت فاهم الفكرة؟ يبقى ايا كان الباسورد بتاعك اللينس بتاعه هيختلف، كبير صغير، هيطلع لك نفس اللينس بتاع الهاش. طيب السؤال هنا، الهاشنج ده طبعا كده بيهاش الباسورد اللي مضاف عليه سولت، وده اللي بيخزن في الداتابيس. طيب انت دلوقتي ما خزنتش الباسورد الرئيسي، خزنت مين؟ الهاش. فانت لازم تخزن الهاش والسولت. ليه؟ لان انت دلوقتي اليوزر لما يجي يلوجن هيلوجن ازاي؟ هيكتب الباسورد بتاعه الطبيعي. طب ما الباسورد الطبيعي ده دلوقتي انا كان متضاف عليه راندوم نمبر كسولت، يبقى لازم الاقي السولت ده ايه متخزن في الداتابيس، فاضيفه على ال الباسورد واعمل له هاشنج بنفس الالجوريزم، فالمفروض يطلع ايه نفس الهاش سترينج. ودي معلومة تانية، الهاشنج لو انت دخلت له نفس يعني الباسورد بتاعك عملت له هاشنج طلع هاش سترينج، لو دخلت له اي باسورد مختلف هيطلع اي هاش سترينج مختلف، لو رجعت دخلت له نفس الباسورد هيطلع لك نفس الهاش سترينج هو هو، اوكي. فانت محتاج السولت تضيفه للباسورد بحيث تعمل له تدخله على نفس الهاشنج الجوريزم يطلع لك نفس الايه الهاش باسورد هاش سترينج ده، فتقارنه بالهاش ايه باسورد اللي اتخزن، تقارنهم بقى وتشوف اليوزر ده ينفع يلوجن ولا الباسورد كاتبه غلط. فاهمين الفكرة؟ طيب ده ان جنرال. احنا هنستخدم ايه؟ هنستخدم الباي كريبت. الباي كريبت ده هاشنج الجوريزم، يبقى اللي احنا سطبناه هنا ده الباي كريبت، ده هاشنج ايه الجوريزم. الهاشنج الجوريزم ده ماله؟ دوت الحقيقة
بيخزن بيخزن بشكل مختلف شوية. بنخزن بس الهاش باسورد، اوكي، بنخزن الهاش باسورد بس، اوكي، مش محتاجين نخزن السولت لوحده، لان الحقيقة السولت متخزن مع الايه، الهاش، بمعنى بالشكل ده. ده كده لو احنا بنتكلم عن بايكريبت. الحقيقة بيبقى الهاش باسورد ده شكل مكون من ايه، اول حاجة دولار، وبعدين الالجوريزم اللي استخدمناه، الالجوريزم يا اما 2A او 2B، اللي هو معناه البايكريبت الجوريزم، ده الهاشينج الجوريزم. طيب بعدين دولار، حاجة اسمها الكوست، هنفهم الكوست دي دلوقتي، بعديها دولار، السولت والهاش، السولت والهاش. طيب فالحقيقة لو جمعت كل السترينج ده هتلاقي السترينج دايما كام فيكسد، زي ما قلنا الهاش باسورد ده او الهاش سترينج بيبقى فيكسد ايه لينس، هيطلع لي 60 تقريبا، 60، اوكي، لو عديتهم كده هتلاقيهم 60. طيب فالسولت معانا، يعني السولت 22 كاركتر، وبعديه الهاش 31 كاركتر، يعني هاش دولار الالجوريزم، دولار الكوست، دولار السولت، بعدين الايه، الهاش. طب جميل جدا، فالسولت متخزن معايا في بتاع، مش محتاج اخزنه في مكان لوحده. الحقيقة استخدام السولت هنا مهم جدا. ليه؟ لانه وانا الحقيقة بستخدم حاجة اسمها سولت راوندز، يعني عايز السكيورتي بتاعت الهاشنج دي تبقى مداها قد ايه. فالحقيقة ده الكوست. يبقى ايه الكوست ده؟ بنقول الكوست ده انت عايز الهاش بتاعك قوته يبقى قد ايه، كأنك بتعدي على مجموعة هاشنج ورا بعض، عددهم كام؟ 10. يبقى هنا انت بتقول له هتهاش كام مرة، فكل ما عدد الهاشنج زادت انت كده ايه، بياخد وقت اطول في الهاشنج، لكن في نفس الوقت السكيورتي بتبقى اعلى. فانت لازم تاخد ايه، بس تريد اوف ما بين ايه، السرعة وما بين القوة بتاعة الهاشنج. يعني 10 دي مينز انك ايه، كأنك هتهاش 10 مرات، او الهاشنج بتاعك بيعدي على 10 ستيبس. ده معناه، ده معنى الكوست. كل ما يعلى كل ما الهاش بياخد وقت اكتر، لكن بيبقى سكيورد اكتر، يعني حسب بقى الهاردوير اللي انت مستخدمه يعني. طيب ودي ميزة للبايكريبت عن اي هاشنج الجوريزم تاني، بس انا مش هدخل في التفاصيل الزيادة دي، خلينا نستخدمه على طول. هنقول ايه؟ طيب كل اللي هنقوله ان هتقول له الكوست بتاعك اللي هو بنسميه سولت راوند، سولت راوندز ده هتقول له 10. يبقى 10 دي نقصد بيها ايه؟ ال كوست، اوكي، كوست. طيب بعد كده هتبدأ تعمل تكاريت السولت بقى، تكاريت السولت، جزئية السولت اللي هي بعد الدولار الثالثة دي، اوكي. طيب فهتقول له constant salt وت import ال bycrypt form. يبقى هنعمل import كده const bycrypt equal require bycrypt، اوكي، ماشي. هتقول له salt equal await، لأن دي بتاخد وقت، bycrypt dot a generate salt، وجنريت سولت بيستخدم الايه، السولت راوندز دي، اوكي. طيب بعد كده هتكريت الهاش، اوكي، يعني من الاخر السولت اللي هيتكريت لك، هيتكريت لك لحد فين؟ من اول دولار لحد السولت، يعني وليكن لحد هنا مثلا، اوكي، كل دي معانا. طيب لما ندخله على الهاشنج بقى هيكريت الباقي، اوكي. طيب فهنقول له const hash equal await و bycrypt dot hash بقى. هاش ده بياخد ايه؟ الباسورد القديم بتاعك، الباسورد اصلا بتاعك، وايه؟ والسولت، اوكي، نفس الفكرة، يعني مش ده اللي قلناه، بناخد الباسورد وتحط عليه السولت ويعمل هاشنج، اوكي. باي كريبت دوت هاش هيستخدم الجوريزم ايه، الباي كريبت،
وبياخد الباسورد اللي هو موجود فين، داتا دوت باسورد. وتاني حاجة مين؟ السولت اللي اتكريت. اوكي السولت دوت. اوكي الحقيقة هي مش بياخد ال السولت، هو السولت خلاص يعني هو اللي يهمه السولت راوندز ده الكوست. ما انا زي ما قلنا الهاشنج ده بيعدي براوندز، هاش كام مرة او هعدي على كام ستيب كام راوند عشان هاش، فاللي هو انت قايل له الكوست 10. فانت السولت هنا السولت اللي هو زي ما قلنا الجزئية دي كلها، بس هو هياخد مين؟ هياخد اللي هي بعد اللي هي دولار 10 دولار، هياخد العشرة دي. اوكي دي اللي هياخدها من السولت. اوكي طيب بس انت يبقى الهاش ده نقدر نسميه الهاش ده ايه؟ باسورد. من الاخر تعالى بقى ارمي الداتا بتاعتك في التيبل اليوزر. الحاجة الوحيدة بس هي الداتا كلها متخزنة هنا اهي، الداتا كلها تمام ما عدا الباسورد. انت عايز تبدل الباسورد ده بمين؟ بالباسورد الهاشد. فهتيجي تقول له ايه؟ داتا دوت باسورد يساوي ايه؟ الهاشد باسورد بس. سوري الهاشد انت كتبتها اسهل. طيب وهنقول له اويت وارمي بقى في الداتابيز في التيبل بتاعنا اللي هو دوت. يبقى اليوزر تيبل دوت كرييت، بدل ما كنا نعمل اوبجكت وتقول له الايميل يساوي كذا وده يكوال كذا وده يكوال كذا، لا على طول ارمي له الايه الداتا بدل الاوبجكت اللي هنا بس كده. لو تمام كل ده خد بالك احنا جوه الايه التراي، فلو اي ايرور هيطلع في الكاتش هنا، غير كده يبقى انت هتبعت ايه خلاص ريسبونس. يبقى نقدر نقول الحتة دي كانت ايه دي تشيك ايميل، نقدر نقول هنا ال هاشد باسورد. طيب انا مش حابب انك كنت تستخدم الكلام ده من غير ما تبقى فاهم الليلة دي كلها. طيب هنقول له ريسبونس دوت ستاتس. مين بقى هيقف لنا عائق قبل ما نكمل؟ احنا كده الهاشد ده بقى 60 سترينج وانت جاي تقول له هنا الفاليديشن من 8 لايه 16. فهمت بقى ليه دي ما ينفعش تعتمد عليها على فاليديشن؟ لازم كنت تنزل باكج الاكسبريس ايه فاليديتور، او تعمل انت الفاليديشن بتاعك وما تعتمدش على دي فقط. ادي مشكلة من المشاكل. يبقى هتشيل دي كده، مش هتعدل حاجة في الموديل ده فاليديشن يعني، يعني مش لازم توقع الداتابيس كلها. طيب status هنا هنقول له ايه 201 لان اليوزر كده registered created، والresponse.json هنقول له message مثلا object كده message، هنقول له user created successfully مثلا user registered successfully مثلا حاجة بالشكل ده. اوكي كده طيب خلينا نجرب لو في مشكلة في الكاتش هنقول له ايه هنا 400 وهنقول له هنا ايه there is a problem. الايرور هنطبع الايرور بس. اوكي كده طيب خلينا نجرب لو في مشكلة أو أي حاجة. تمام خلينا نقول له npm start. طيب تعالى كده أول حاجة لو الشيل دي مش موجودة هيقول لي ايه please enter valid. نفس الكلام طبعا لو قلنا له هنا مثلا ايه هيقول لي مفيش ايه الايميل. اوكي كده بس هيجيب هيعدي على واحدة واحدة يعني. اوكي طيب جميل جدا خلينا نقول ايه كده كله تمام.
ده بقى اللي يفصل لك احنا ده هفضل ثابت وهسجل تو يوزرز مختلفين. تعال نقول له كده، هيقول لي يوزر ريجستر سكسسفولي، هتلاقي اهو الشخص دوت بالايميل الفلاني، بص الباسورد اهو، هاش استخدم 2 بي دولار الكوست 10 لان انت قايل له السولت راوندز 10 دولار، الاول 22 كاركتر سولت، بعدين مين اللي بعد كده الهاش، فيكملوا 60 كاركتر يعني المفروض. اوكي طيب، نفس الباسورد، نفس الباسورد بس يوزر مختلف، وليكن وائل. طبعا لو عملنا سند، ايه اللي هيقف قدامنا دلوقتي؟ الايميل اوريدي اكزيست، صح ولا لا؟ هيقول لي ايميل اوريدي اكزيست، يبقى لازم نغير ايميل. يبقى احنا تمام كده، هنسند، هيقول لي يوزر ريجستر سكسسفولي. لو جينا كده مع اني نفس الباسورد، لكن ماله يعني انا ما سوري، لكن الحقيقة مختلفين يعني، باين جدا الاتنين مختلفين، تتخيل؟ لكن في الاخر هما كلهم ايه، مفروض 60 كاركتر يعني. اوكي في الاخر 60 كاركتر. طيب اتمنى الموضوع يكون واضح. السكشن اللي جاي هنعمل ايه؟ اللوجن، هنعمل اللوجن عندنا، بس اللوجن التوكن بقى اللي مهم فيه. اوكي اللي هي اخر باكج عندنا ما اتكلمناش عنها، الجي دبليو تي توكن. شكرا.